سلام، انا علي الجواهر، اشوف فيديوهات على يوتيوب، بس ما اعتبر نفسي يوتيوبر. واليوم خلونا نحكي عن مسلسل ريك اند مورتي. ريك اند مورتي هو كرتون عرض الاول مره. ريك اند مورتي هو رسوم متحركه لكبار، فقط عرضت في 2013. بس دقيقة، مو سوالفكم، سوالف جماعة الانمي هاي، ما يقبلون نقول كرتون. ليش هو هذا مو انمي؟ لا هذا كرتون. عاد اخذ راحتك، اسف ازعجتك، انا كلش اسف. ريك اند مورتي، ريك العالم كلش ذكي وعبقري ومخبل ومدمن عصير تفاح، ومورتي الولد المتردد والما عنده موقف، ما عنده جرأة وجبان وشوية غبي. وذول الاثنين يروحوا لمغامرات كوميدية ومخبلة بنفس الوقت، وكلها خيال علمي وفضاء وعوالم موازية وهالشغلات، ويخليك تجيك حالة المايند ترى معناها مو نفس المعنى اللي براسك ابدا، يعني انه يخلي راسك يفتر وعقلك يدوخ وتقوم تفكر. انا قبل ما اشوف هذا الكرتون كنت اصلا ولا ناوي اشوفه، لانه كنت متوقع نفس الكرتونات البقيه مثل ذا سيمبسونز وفاميلي جاي وهاي. بس ورا ما شفت اول حلقه، واللي اصلا شفتها بالصدفه، طلع فشي رهيب. الشيء اللي خلاني احبه اكثر انه قصير، قصدي قليله حلقاته، يعني كل موسم تقريبا 10 حلقات. ورغم ان المسلسل حلقاته قليله وبعده بالموسم الثالث، الا ان كل الناس حابيه وحتى النقاد عجبهم، وتقييم على روتن توميتوز 100%. وهذا الشيء يثبت لنا انه الكواليتي اهم من الكوانتيتي، الجوده اهم من العدد. يعني مو مهم انت ايش قد مسوي فوق ال20 موسم، كل موسم فوق ال20 حلقه، الاهم هو جوده هاي الحلقات والاخراج اللي بيها والاهتمام بالتفاصيل. مو مهم ايش قد عندك عدد مشتركين وايش قد عندك عدد مشاهدات، يعني شنو الفائده لما انت عندك 1,000,000 مشترك وانت بس قاعد على الحاسبه وتشوف فيديوهات. الشيء الاهم هو المحتوى اللي تقدمه. ايش بيه اخذت وضع الشقيري. أهم شي لازم تعرف عن الكرتون إنه زائد 18، يعني لا تصير غبي وتشوفه يا طفل. إيش يعني أنت إيش قد عمرك؟ أنت بعدك هنا؟ لا تغير الموضوع، قلت لك إيش قد عمرك؟ إذا كنت تتوقع إنه ريك أند مورتي يجوا ناس قعدوا وباجتماع وفكروا وطلعوا الفكرة مالته رأساً، فأنت مخطئ. فكرة مسلسل ريك أند مورتي شوية أعمق. في سنة من السنوات كان أكو واحد اسمه جاستن رولان، أريدكم تتذكرون هذا الاسم. سوى فيلم كرتوني قصير، كانت رسومه مو كلش يعني فشي واو، كانت عادية كلش. كان الهدف من هذا الفيلم إنه بس تحشيش على فيلم باك تو ذا فيوتشر. وإذا كنت همين ما تعرف، فالمفروض إنه ريك أند مورتي يشبهون ذول الاثنين اللي بفيلم باك تو ذا فيوتشر. وورا فترة من الزمن طلبت قناة أدولت سويم من واحد اسمه دان هارمون إنه يسوي لهم مسلسل كرتوني حتى يعرضوه. فهو بوقتها ما كان يعرف شيء عن صناعة الكرتون وهاي الشغلات، فقرر انه يستعين بجاستن رولاند على اساس انه عنده ماضي وتجارب ويا صناعة الكرتون، لانه مسوي كان مسلسل وفيلم كرتوني قبل. ووراها قرروا ذول الاثنين انه يسوون مسلسل مبني على فكرة فيلم دوك اند مارتي، سوونا مسلسل ريك اند مارتي. ومع انه المسلسل تقليد الباك تو ذا فيوتشر وهاي، بس هم بولا حلقه سافروا عبر الزمن، يعني صحيح انهم مره وقفوا الزمن ويسافرون عبر الاكوان الموازيه، بس ولا مره سافروا عبر الزمن. والسبب وراء هذا الشيء حسب مصادر ما متاكد منها، ان هم يشوفون شغله السفر عبر الزمن فشي كلش معقد وممكن يسوي لهم غلطات بالمسلسل هواي. واذا تلاحظون همين اكو بالمختبر مريك صندوق مكتوب عليه تايم ترافل ستاف، شغلات السفر عبر الزمن. من الشغلات الحلوه بالمسلسل هو الرسوم والانيميشن الحلو، ورسوم الشخصيات مميزة وتقدر تتعرف عليها لو شفتها بأي مكان. ومن الشغلات المميزة بالرسوم انه سواد العين او بؤبع العين مو بس نقطة سودة مثل باقي الكرتونات، مسويها بشكل مميز. همين فالشي حلو بهذا الكرتون هو موسيقى او اغنية المقدمة، هيج تدخلك جو ساينس فيكشن وتحمسك للحلقة. بس بالحقيقة هاي الموسيقى ما انتجت خصيصا ريك اند مورتي، هاي الموسيقى هي موسيقى افتتاحية قديمة الكرتون اسمه دوغ وورلد. My name is Peter Michaels. هذا الكرتون هم من كان من إنتاج جاستن رولاند. أريدكم تتذكرون هذا الاسم. من أكثر الأشياء اللي حبيها الناس بهذا المسلسل هو الأداء الصوتي، يعني المحادثات السلسة والانتقالات السريعة بين الممثلين أثناء الأداء فشي رهيب. هو بس صوت ريك ومورتي وشلون مسوي بطريقة مميزة والتأتأة وهالشغلات فشي كلش حلو. وفاست فاكت صغيرة،
الممثل اللي يسوي الصوت رايك هو نفس اللي يسوي الصوت مورتي، وهذا الشخص هو جاستن رويلان. No time to worry about the blue things, Marty. We gotta get to Ruben's brain immediately. Get to his brain. وهم أنا من الشغلات الحلوة بالمسلسل هو اهتمامهم بالتفاصيل، يعني كمثال صغير عن هذا الشيء شفنا بفد حلقة لما سامر وجيري يسوون فتحة بالسقف، يعني صار انفجار وهيك شيء. بالحلقة اللي وراها ما اختفى هذا الثقب أو الفتحة اللي صار بالسقف، بقوا وخلوه حاطين عليه خشب. والشيء الحلو من بهذا الكرتون إنه بيه هواية قصف وتحشيش على أفلام ثانية ومسلسلات وأغاني، يعني بفد حلقة شفناهم يحششون على إنسبشن، وبحلقة ثانية شفناهم على فيلم ذا بيرل. قبل فترة شفت صورة بالفيسبوك أساس إنه ريك أند مورتي دبليجي وراح يعرضوه على MBC 3، بس MBC 3 هي قناة للأطفال. قصدك أطفال يعني مثلك؟ والكرتون بيكون الدم عنف، فيعني إذا عرضوه على MBC 3 أنا أتوقع هيك راح يصير. السلام عليكم يا حفيدي الحبيب مراد. وعليكم السلام يا جدي طارق. هل تريد آسف جدا، هل تريد أن نذهب في مغامرة آمنة وتخبر والديك قبل أن نذهب؟ أوه نعم يا جدي. ولكن لحظة، يجب أن تكمل واجباتك المدرسية ولا تهملها لكي تتفوق وتنجح وتفرق. 6.5 hours later. لقد انتهيت يا جدي، هيا نذهب للمغامرة. هيا بنا يا حفيدي الحبيب. وإلى هنا يا أصدقائنا تنتهي مغامرتنا، إلى اللقاء. ريك أند مورتي كرتون حلو راح تستمتع به وتتشوفه، وخصوصا إذا كنت شوية تعرف بالثقافة الأمريكية، وإذا كنت متابع أفلام ومسلسلات وهالشغلات فراح تخرب ضحك وتتشوفه، وهو تصنيفه كوميدي وخيال علمي. وبس هاي كانت معلومات ورأيي أو لغوتي عن ريك أند مورتي. اكتبوا لنا بالتعليقات شنو رأيك بريك أند مورتي إذا كنت شايفه، وشنو أكثر حلقة عجبتك. أنا عن نفسي أكثر حلقة عجبتني هي هاي. وإذا عجبك الفيديو سوي لايك واشترك بالقناة. السلام عليكم. إذا عندكم أفكار الفيديوهات الجاية اكتبوا ليها على الفيسبوك والإنستغرام. وبالنسبة لأجوبتكم على السؤال بآخر فيديو فبالفيديو الجاي، ويعني حسب على الفيديو بلوج الجاي، الفيديو بلوج اللي أحكي بيه عن موضوع. باي باي.